أولا هو طبعا أول رابط خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يفتح مجال لإنشاء روابط أخرى مع دول أخرى، تفتح مجالات للتعاون في توفير الساعات للجانبين، زيادة موثوقية الشبكتين في جمهورية العراق والشبكة الخليجية، أيضا مع وجود الطاقة المتجددة، مع وجود تحديات الطاقة المتجددة، هذا الربط نفسه راح يساعد في حلحلة بعض هذه التحديات. طبعا محطة الوفرة تلعب أكثر من دور، هي تعزيز لشبكة للربط مع دولة الكويت، ونقطة انطلاق أيضا للربط مع جمهورية العراق. الهيئة فتحت المجال للتبادل التجاري ما بين دول التعاون وأيضا مع جمهورية العراق في المستقبل.